السلام عليكم. في الفيديو ده هتكلم معاكم على لو انت حابب انك تو ميجر كمبيوتر ساينس، اعمل ايه او تعمل ايه از بيرنت مع ابنك او بنتك، او انت از ستودنت ايه الحاجات اللي مهمة تعملها لو انت خلاص يو ميد اب يور مايند ان انت خلاص هتميجر كمبيوتر ساينس. في البداية الكمبيوتر ساينس او الكمبيوتر انجينيرينج بيعتمد بشكل كبير جدا 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 على ان انت تبقى دايناميك بيرسون. دايناميك بيرسون يعني ايه؟ يعني كل يوم في الكمبيوتر ساينس، كل يوم في الاي تي، في الانفورميشن تكنولوجي، في حاجات جديده. فلو انت مش الحد ده، لو انت مش الحد اللي هو دايما بيحب يتعلم، دايما بيبقى عايز يعرف ايه الجديد، ف يعني الموضوع هيبقى صعب عليك. لو انت حد بتحب الكمبيوتر ساينس، بتحب الابس، بتشتغل على الابس كتير، لو انت حد عملت كود قبل كده، لو انت حد مثلا عايز تعرف النتورك اللي في مدرسة أو اللي في أي كومباني شغال إزاي، لو أنت حد عايز تعرف يعني إيه بيج داتا، يعني إيه داتابيز، لو أنت حد بتعمل جرافيك ديزاين، لو أنت حد حابب الويب ديزاين، لو أنت عايز تميجر كمبيوتر ساينس، إيه اللي المفروض تعمله؟ المفروض إنك تبدأ دلوقتي. أنا بكلم طبعا البيرنتس اللي ولادهم لسه في هاي سكول، أو بكلم الهاي سكول ستودنتس. لو أنت مثلا من أول جريد 9 أو من جريد 10، لازم تبدأ تستعد. لو انت خلاص شفت في نفسك انك حد عايز تمشي في التراك ده، فلازم تبدأ من دلوقتي. تبدأ من دلوقتي ازاي؟ تبدأ من دلوقتي ان تبدأ تاخد يعني فكرة كده، just an idea عن كل تراك من الكمبيوتر ساينس تراكس. يعني تبقى عارف يعني ايه داتابيز، يعني ايه بروجرامينج، يعني ايه ويب ديزاين، يعني ايه نتوركينج، يعني ايه سيستمز، يعني ايه اب ديفلوبمنت. تعرف كل حاجة، بتكلم في كل حاجة يعني في البيجنر ليفل، يعني انك تاخد بس فكرة فاندامنتال كده من كل تراك من التراكس بتاعت الكمبيوتر ساينس. وبعد كده انت نفسك هتلاقي نفسك في تراك منهم. مفيش حد في الكمبيوتر ساينس بيبقى بروفيشنال في كل حاجة، لا. انت مثلا ممكن حد يبقى شاطر قوي في الجرافيك ديزاين بس مش كويس في الداتابيز، ممكن حد يبقى كويس في النتوركينج لكن مش كويس في الويب ديفلوبمنت. فانت لازم تاخد فاندامنتال نوليدج في كل حاجة، وبعد كده تختار حاجة معينة، الحاجة دي انت تبقى لاقي نفسك فيها. ده كل الكلام ده قبل الجامعة، عشان حتى لما تروح الجامعة وتيجي تختار الكورسز بتاعتك تعرف انت بتختار ايه، ما يبقاش الموضوع يعني مبهم بالنسبة لك وبالنسبة يعني بالنسبة لأهلك. يعني الفكرة كمان ان انت الكمبيوتر ساينس كاندستري يعني بتبقى بيزد اون سيرتيفيكيشنز اكتر من الاكاديميك ديجريز. يعني في ناس كتير قوي شغاله في الفيلد بتاع الكمبيوتر ساينس او بتاع الاي سي تي، الانفورميشن كوميونيكيشن تكنولوجي، وهم اساسا مش خارجين جامعه او خارجين كليه كانوا بتدرس كمبيوتر ساينس خالص. ممكن يكونوا خارجين بيزنس عادي جدا ويطلع يعني ياخد سيرتيفيكيشنز من اي حته، من مايكروسوفت، من جوجل، من سيسكو، ويبدا ان هو يشتغل في الفيلد. يعني فالقصه مش قصه انت اتخرجت من جامعه ايه، طبعا بتساعد لما اجيب حد متخرج من بيزنس وعنده سيرتيفيكيشنز، وحد متخرج من كمبيوتر ساينس وعنده سيرتيفيكيشنز برضو، اكيد بتاع كمبيوتر ساينس بيبقى كويس، بيبقى احسن، لان هو يعني عنده برضو الحته اللي بنسميها الاكاديميك. يعني بس اللي عايز اقوله ان التقل اكتر للسيرتيفيكيشنز، لان خلينا نتفق انت هتشتغل في مكان عنده برودكت، يعني زي مايكروسوفت. مايكروسوفت عملت ويندوز از ان اوبريتنج سيستم، وعملت مع البرودكت سيرتيفيكيشنز. فلما يجي حد بزنس اونر يجي يشغل حد، هيشغل حد بيعرف في البرودكت اللي هو اشتراه، اللي هو الويندوز سيرفر فور اكزامبل يعني. فاكيد هيروح يجيب حد سيرتيفايد من نفس الفيندور اللي جاب منه البرودكت اللي هو مايكروسوفت. فلازم تكون مايكروسوفت سيرتيفايد، تكون جوجل سيرتيفايد، لازم يبقى عندك سيرتيفيكيشنز، لازم يبقى عندك تريننج. والتريننج دي يعني ممكن تاخدها بأكتر من فورمات، يعني ممكن تاخد اونلاين، ممكن تاخد ان بيرسون، في طرق كتيرة جدا ممكن تاخد بيها تريننج كورسز. يعني اللي عايز اقوله ان انت عشان تو ميجر كمبيوتر ساينس ما ينفعش تقول انا هبدأ بعد الجامعة، او سوري ما ينفعش تقول يعني تسيب نفسك لحد ما تدخل الجامعة وتميجر كمبيوتر ساينس وتخلص ال4 سنين وبعد كده تطلع تبص على الماركت تلاقي نفسك مالكش مكان. ليه؟ لان انت يو نيد تو يعني to qualify yourself بقى، وتبدأ تاخد courses وبتاع عشان تبدأ يبقى ليك يعني بالبلدي كده سعر في الماركت. يعني فلو عايز ت major computer science لازم تبدأ من دلوقتي، وابدأ يعني بالمايند سيت اللي هي يعني slow slow but surely، يعني ابدأ واحدة واحدة
اوكي، مش لازم تخلص الكورس في يومين ثلاثة ولا في اسبوعين، خلص الكورس براحتك خالص. انت معاك الهاي سكول مثلا لو هي 3 سنين، فانت اقعد في 3 سنين دول اتعلم الحاجات دي عشان لما تيجي تدخل الجامعة يبقى انت عندك فكرة كويسة. كل ما بدأت بدري كل ما كان احسن كتير كتير. شكرا.